السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة خلود يوسف. هنكمل مع بعض شابتر نمبر 8 من مادة الاناتومي، وهنتكلم فيه عن الاندوكراين سيستم. طيب يعني ايه اندوكراين سيستم؟ هو الجهاز اللي بيختص بالغدد الصماء. طيب هندرس فيه ايه؟ هندرس فيه جلانس، وهندرس المادة اللي بتفرزها الجلانس ديت اللي هي الهرمونز. طيب تعالوا مع بعض نعرف يعني ايه اندوكراين سيستم. What is the endocrine system? قال the regulating system of the body is endocrine system, which consists of endocrine glands that secretes chemicals called hormones, which circulate in blood, then exerts very specific effects on target organs of the tissue. طيب تعالوا مع بعض نعرف يعني ايه الكلام ده. الاندوكراين سيستم هو عبارة عن جهاز تنظيمي بيشتغل جوه الجسم، بيبدأ يفرز كيميكالز، مواد كيميائية معينة بسميها هرمونز. ليه اتسمت اندوكراين جلانس؟ ليه اتسمت غدة صماء؟ الاسم بيكون من الاستراكشر بتاعها او الفانكشن اللي بيأديها الجزء ده، فتسمى صماء لان هو بيقولك ان سيكريتس هرمونز، بس الهرمونز المادة اللي بتفرزها circulate in the blood، بيفرزها في الدم مباشرة، يعني ملهاش duct no duct ملهاش duct تمشي فيها الكيميكالز او الهرمونز دي. طيب الهرمونز عشان تبدأ تأثر بتبقى ليها target organs او tissue، بتروح لأماكن معينة وبتأثر على أنسجة وأعضاء معينة. تمام. طيب ناخد مثال على الهرمونز ديت. الثيروكسين، الثيروكسين ده هرمون بيفرز من نوع من الاندوكراين جلاند اسمها الثيرويد جلاند. عندها هاف ميني تارجتس، عندها اهداف او اورجانز معينه بتبدا تاثر عليها وبتعمل عليها افكت، زي النيرفس الاعصاب، وبتاثر على الهارت، وبتاثر على الدايجستيف سيستم، وتاثر على المصل. طيب تعالوا بقى نعرف يعني ايه الهرمونز اللي هو الجزء الثاني من الاندوكراين سيستم. الهرمونز الماده اللي بيفرزها الجلانس اسمها هرمونز، خلاص. الهرمونز دي عباره عن كيميكلز. طيب عايزين نعرف حاجتين. احنا عرفنا خلاص اي نو ان هي كيميكلز. طيب هعرف الكيمستري بتاعها يا ترى بيبقى نوع واحد ولا كذا نوع، ونعرف regulations of hormones secretion، ايه اللي بينظم الافراز الهرموني ده، او بيبدأ امتى يزيد او امتى يقل، ايه اللي بيتحكم فيه. اول جزء هو الكيمستري اوف هرمونز. قال لي هبدأ اقسم الكيمستري، الكيمياء بتاعت الهرمونز لثري جروبز. اول واحدة امينز، تاني واحدة بروتينز، تالت واحدة ستيرويدز. طيب هتقولي هو ايه الامينز وايه البروتينز والاسترويدز؟ انا بدرس اناتومي، فانا اللي يهمني اكتر ان انا اعرف التركيب الكيميكالز عموما بشكل عام، لان الشغل ده بتاع الهيستولوجي مثلا، او كيميكال هيستولوجي، الانسجه الكيميائيه او ماده الانسجه. هبدا اعرف التفاصيل او الديتيلز بتاعه الخلايا والتيشو والمواد الكيميائيه اللي بتسفرس جواها، التركيب الاستراكشرز بتاعها خاص شويه بالاناليتيكال كيمستري، والجزء الميكانيزم ازاي بيشتغل وازاي بيتحرك الهرمونز في الدم وتبدا تاثر، كل ده ادرسه في ماده تانية اسمها الفسيولوجي. فانا بركز على اللي يهمني في الكورس بتاعي كاناتومي. فكل اللي مطلوب منك في الكورس ده ان انت تعرف ان الكيمستري بتاعت الهرمونز بتتقسم لثري جروبز. اول جروب فيهم امينز، وده تركيبه الاساسي بمنتهى البساطه امينو اسيدز. طيب نعرف مثال على كل نوع زي الثيروكسين. يبقى اول واحد المثال بتاع الامينز هرمونز هو الثيروكسين. طيب النوع الثاني البروتينز، هلاقي البيزك استراكشر بتاعي هو البيبتايدز. تمام. المثال اللي عندي الانسولين. طيب الاسترويدز، الاسترويدز اللي هي الهرمونات اللي بتتكون من الاسترويدات، هلاقيها الاكزامبل بتاعي التستوستيرون والاستروجين اللي هي الهرمونات الجنسيه. تمام. سواء كان التستوستيرون طبعا الهرمون الذكري، او الاستروجين الهرمون الانثوي. طيب
الجزء التاني اللي انا عايز اعرفه في الهرمونز هو الريجوليشن، ازاي الهرمونز دي بتطلع وايه الافكس اللي بتعملها وايه اللي بينظمها. اول حاجة الهرمونز are secreted when there is need. الهرمونز ما بتطلعش كده، لا دي بتطلع لما وبتتفرز لما الجسم يكون في حاجة ليها. طيب اخد مثال على كده، هقولك الانسولين. الانسولين هو هرمونز بتظبط المستوى الجلوكوز في الدم. في هرمون تاني بيشتغل قدامه اسمه الكولاجاجون. الكولاجاجون والانسولين هما اللي مسؤولين يشتغلوا بالتوازن مع بعض علشان يظبطوا مستوى الجلوكوز في الدم، عشان لو عالي وما قدرش الانسولين يسيطر عليه بسبب لا قدر الله المرض اللي هو الدايبيتس اللي هو مرض السكر. خلاص. طيب الانسولين بيتفرز امتى؟ قال بيحصل استيميوليشن، تحصل اثاره جوه الجسم ان في نسبه الجلوكوز علت جدا في الدم، الاستيميوليشن تروح للبنكرياس العضو اللي جواه البيضه والالفالانجر هينز اللي بتفرز الانسولين والجلوكاكون، تقول لهم تقول الانسولين اتفرز بنسبه معينه لان الجلوكوز عالي في الدم، فلو سمحت اطلع نزلهولي. خلاص. فيبدا الانسولين يخرج من بيتا لانجر هينز وتتفرز جوه الدم عشان يسيطر على الجلوكوز ويرجعه للنورمال ليفل بتاعه. خلاص. في حاله ايه بيحصل الكلام ده؟ في حاله الهايبر جلايسيميا. خد بالك ان انا عندي حاجة تانية اسمها هايبو. هايبو دايما يعني قلة، هايبو جلايسيميا يعني مستوى الجلوكوز قل. بيحصل دايما في الستيرفيشن وفي حالة الصيام، في حالة المجاعات، في الكلام ده كله، ان انا مش واكل طول اليوم فيحصل هبوط ان مفيش جلوكوز جوه الدم، فيبدا الجلوكاجون يطلع عشان يكسر الجلايكوجين الموجود في الليفر ويبدا ينتج الجلوكوز ويرجعه للمستوى الطبيعي. على العكس الانسولين في هايبر جلايسيميا، واحد واكل وجبه دسمه من السكريات، مستوى السكريات بيعلى بعد الدايجيشن، بيبدا الجسم يعطي اشارات ان مستوى الجلوكوز عدى المستوى الطبيعي، يبدا الانسولين يطلع يكسره ويحوله انرجي اكتر من اللازم، يبدا يحوله للجلايكوجين يخزنه جوه الليفر اكتر، يحوله الفاتس ويخزنها جوه الفات تيشو. خلاص. ده الميكانيزم وده اكتر هنعرفه في ماده الفسيولوجي. خلاص. فاللي يهمنا ان احنا نعرف الاكزامبل اون ذا ريجوليشن اوف هرمونز وهو الانسولين في حاله الهايبرجلايسيم. طيب نكمل. قال لي ان الهرمونز ديت عندها جنرال فانكشنز، ايه هي الوظائف الاساسيه بتاعتها؟ قال لي اول حاجه كوميونيكيشن، التواصل، زي ما انا قلت لك ان هو بياخد معلومات او بيحس استيميوليشنز معينه جوه الجسم سواء بزياده او بالنقصان، بتروح تنقلها ريسبتورز للخلايا المسؤوله عن افراز الهرمونز، وبالتالي تبدا تخرج بنسب معينه عشان تبدا تظبط وتعمل ريجوليشن للنورمال ليفلز. خلاص. طيب الانتجريشن كنترول قال ان هو بيتحكم بس بيشتغل as one unit، يعني بيشتغل كوحدة واحدة، بيشتغل في شكل انتجريشن، شكل متكامل ومتوازي ومتناسق. خلاص. بعد كده بيقول لي function في النهاية ان هي function of all glands، كل الغدد interconnected بتتصل مع بعضها وبتشتغل a single system كأنه جهاز واحد. طيب تعالوا نعرف بقى ايه هي انواع الاندوكراين جلانز، types of endocrine glands. الاول نعرف الديفينيشن بتاعها بتاع الاندوكراين جلانز هي ايه. قال لي it's a group of ductless glands. اول ما تشوف less في اي كلمة تعرف ان هي بتنفيها. ductless يعني ما عندهاش قنوات. خلاص. no duct. يبقى الاندوكراين جلانز no ducts، ductless يعني ما عندهاش قنوات يبدا يمشي فيها الهرمونز. لا، السكريت هرمونز تبدا الهرمونز بتاعتها تتفرز فين؟ انتو بلاد ستريم، بتتفرز في تيار الدم مباشره. خلاص. وتبدا تتوزع على اماكن مختلفه جوه الهيومن بادي. بس طبعا كل هرمونز بيروح للتارجت بتاعه، هو بيتفرز ان بلاد ستريم، بس كل هرمون عارف هو رايح ياثر على اهنو اورجانز واهنو تيشو. نبدأ بقى نعرف الـ types of endocrine glands على الرسمة. ما ينفعش تدرس اناتوم من غير رسم، من غير ما تبقى شايف الحاجة قدامك. نبدأ من أول البرين أو منطقة الهيد والنك لحد ما نوصل لآخر الأبدومين اللي هي فيها كل الجلانس.
اول حاجة عندي غدة اسمها الهايبوثالاموس. ليه اتسمت الهايبوثالاموس؟ هلاقي بعد كده قدام لما اجي اشرح النيرف سيستم هعرف ان في جزء مهم جدا في البرين اسمه ثالاموس. الثالاموس موجود تحته جلاند، عشان تحتيها جلاند تحت المنطقة اللي اسمها الثالاموس في البرين جلاند، فسمتها هايبو ثالاموس يعني تحت المهاد. ثالاموس اسمها المهاد، هايبو يعني تحت، تحت الثالاموس يبقى تحت المهاد هايبو ثالاموس. طيب بعدين هدرس البيتيوتري جلاند، والبيتيوتري جلاند الغدة اسمها الغدة النخامية. البيتيوتري جلاند هي المايسترو اوف ذا جلاندز، هي المايسترو يعني هي اللي بتتحكم في كل الفانكشنز ومعظم الغدد اللي موجودة في جوه الجسم الاندوكراين. خلاص يبقى البيتيوتري جلاند. بعد كده هندرس الثايرويد جلاند، الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هلاقيها موجودة في المنطقة بتاعت الميديا استينيوم. ميديا استينيوم ديت اللي هو جزء موجود في الثراث الكيج، عامل زي المثلث بالظبط، موجود في الايه الثايرويد جلاند. خلاص الثايرويد جلاند لما اجي اقلبها هي بتتكون من تو لوبز. لما جيت اقلبها على ظهرها كده على الناحيه الدورزل بدات اشوف ان في سمول بوديز، فور سمول بوديز، اربع اربعه اجسام صغيره كده على الجوانب بتاعه البوستيريور بارت او الدورزل بارت بتاع الثايرويد جلاند. اسمهم ايه؟ اسمهم بارا ثايرويد جلانس. يبقى البارا ثايرويد جلانس يعني ايه بارا؟ بارا يعني جار، تمام، او خلف، جار او خلف. لقيتهم موجودين على السطح البوستيرير او سطح الدورزال للثايرويد جلاند. طيب بعد كده الادرينال جلانس. ايه هي الغدد الكظرية او الادرينال جلانس؟ الادرينال جلانس هلاقي الكيدني اهي، الكدني دي الكدني. خلاص الكدني ده موجود في القشرة بتاعت الكدني كده، الكورتكس بتاعها. هلاقي موجود فوقيها على طول الادرينال جلاند. طب ليه اتسمت ادرينال جلاند؟ هقول لك، لان اي حاجة تبع الكدني، اي حاجة ريليتد بالكدني بسميها رينال. خلاص فسميتها ادرينال جلاند. على كل كدني انا عندي ليفت ورايت، عند الليفت في واحدة وعند الرايت في واحدة. خلاص يبقى الادرينال جلانس. طيب بعد كده البنكرياس. البنكرياس جواه بيشتغل كغدة as endocrine glands. طب ليه؟ قال لي لان هو جواه isolates of ال isolates of Langerhans in pancreas. جزء Langerhans الموجودة في البنكرياس اللي هي فيها الفا وبيتا، وبيفرزوا لي تو امبورتنت هرمونز زي الانسولين والكلوجاكون اللي هم مسؤولين عن البالانسنج اوف ذا جلوكوز ليفرز ان ذا بودي. دول اللي بيظبطوا المستوى السكر في الدم يعني، فبرضه بيشتغل كانه انتوكراين جلاس. خلاص طيب الاوفري والتستس. الاوفري لو في الفيميل طبعا، المبيض لو في الفيميل، ولو في الذكور هتبقى التستس اللي هي الخصية. خلاص يبقى تستس اميل، اوفري ان فيميل. طب ليه سميت المبيض ان هو اس جلاند؟ لان هو بيفرز هرمون اسمه الاستروجين، والتستس طبعا سميتها جلاند لان هي بتفرز هرمون الذكوره اللي هو اسمه تستوستيرون. تستوستيرون. خلاص طيب نشوف بقى كل غده على حده ونشرحها. هنبدأ بالمايسترو زي ما احنا اتكلمنا وقلنا البيتيوتري جلاند هي المايسترو، فهنبدأ بيها. موقعها فين؟ احنا شلنا السكال، بدأنا شرحنا السكال في السكيلتون سيستم، السكيلتال سيستم اللي هو الجهاز الهيكلي، وخلاص شلنا اللي هو العظام بتاعت الجمجمة بتاعت السكال. تحتيها على طول بقى هنبدأ نمسك الجزء الرخو اللي قدامي ده اللي هو البرين والستراكشرز اللي موجودة فيها. لقينا ان في جزء صغير جدا يعني بالظبط قد حباية الحمص كده، تمام. الحبة الحمص دي هي اللي بتتحكم في all glands and all functions in the human body، تمام. طب اهي هي دي البيتيوتري،
هي دي البيتيوتري جلاند اللي انا عايزاها دي، بيتيوتري جلاند اهي، شوف قد ايه الحتة اللي انا بعلم لك عليها بالازرق دي، دي البيتيوتري جلاند. خلاص البيتيوتري جلاند دي بقى تعال نعرف ليها اسم تاني اسمه الهايبو الهايبوفيزيس. الهايبوفيزيس is a small oval shape. يبقى اول حاجة لازم اعرفها ان هي شكلها بيضاوي، حاجة صغيرة جدا على شكل بيضاوي. طيب القطر بتاعها 5 سنتيمترز in diameter، القطرها كده قطرها 5 سنتي تمام، والوينج about 0.5 جرام، يعني مش مكمل 1 جرام، لا ده هي 0.5 نص جرام. تخيل انت حاجة قطرها 5 سنتي ومش مكملة 1 جرام، ده هي 0.5 جرام، وبتتحكم في كل وظائف الجسم تمام. قال الجلانس ديت عندها 2 بارت، has 2 بارت، جزئين، جزء منها posterior بارت والجزء التاني اسمه anterior بارت. طيب بما ان هي مهمة وبتقوم بوظائف كتيرة وبتتحكم في organs كتيرة، اكيد لها حماية خاصة، فقلت ان هي ليها protective site، مكان للحماية. طب المكان للحماية ده بيعملوا الستراكشر بتاعه او تركيبه ايه؟ قال لي اللي بيكونه حاجة اسمها سفينويد بون. لو انت مركز معايا في الشابتر بتاع تشريح السكال في السكيلتال سيستم هتعرف فين السفينويد بون. انا هنا شرحت السكال وشلت العظمة اللي بتغطي الحتة ديت اللي هي السفينويد بون، خلاص لقيت جواها التركيب بتاع البيتيوتري جلاند. طيب اول ما تتحط جواها البيتيوتري جلاند بعد ما كنت بقول سفينويد بون، التجويف اللي بيتحط فيه البيتيوتري جلاند اسمه السيلا توريسيكا. خلاص يبقى السيلا توريسيكا ده اللي هو المكان اللي بسميه بروتكتيف سايز تو ذا بيتيوتري جلاند، مصنوع من السفينويد بون. نركز لان هي بتيجي على طول كومبليت. طيب سراوندنج بايه؟ ليها حماية كمان، اي حاجة مهمة ربنا بيحميها جدا، لان اي خلل فيها طبعا بيأثر على الانسان. طيب يبقى دي اول شكل من الحماية، ان هو بروتكتيف سايت من نوع معين من البون اسمها سفينويد بون بسميها سيلاتوريسك. طيب بتتلف باكستنشن من الديورا ماتر. ايه هي الديورا ماتر؟ الديورا ماتر هي الام الجافية، هي كده اغشية بتغطي الممبرين كله، بتحمي الممبرين. المفروض ان هي بتتكون من 3 طبقات، في طبقة اللي هي اقوى طبقة فيهم اللي هي السترونجست ممبرين، اقوى ممبرين فيهم او اقوى غشاء فيهم، بيكون من دنس كونكتيف تيشو وفايبرز. بلاقي ان بيحصل امتداد للديورا ماترز ديت وبتبدأ تغطي البيتيوتري جلاند وبتشتغل كبيتيوتري دايفراجم. يبقى البروتكتيف سايد من السفينويد بون اسمه سيلا توراسيكا، والبروتكتيف سايد اللي بيعمله اكستنشن من الديورا ماتر سميته بيتيوتري دايفراجم. دايفراجم يعني حاجز، اي حاجه بتعمل حاجز اسمها دايفراجم. طيب تعال نعرف الدايفراجم عباره عن ايه عشان تتخيل معايا قوه الديورا ماتر. قال لي الدوم شيبد ماسلز ذات سبريتد ذا ديفرنت بورس. يبقى اي دايفراجم زي الدايفراجم اللي بيفصل بين الثوراثيك كيج وبين الابدومينال كافيتي اللي بيفصل اللي بين المنطقه الصدريه والمنطقه البطنيه، في دايفراجم اللي هو الحجاب الحاجز. هو اي حجاب عباره عن مصل قويه جدا بتفصل لي بين جزئين مختلفين. هنا بيفصل البيتيوتري دايفراجم بيفصل البيتيوتري جلاند عن التراكيب التانيه بتاعه البرين تمام كده، وبيعملها او بيعملها طبعا بروتكشن حمايه. اخر حاجه لازم اعرفها ان الهايبوثالامس بالترتيب كده، عندي ثالامس تحتيها الجلاند بتاعت الهايبوثالامس تحتيها على طول الايه البيتيوتري جلاند. طيب هو لازم يبقى فيه كونكشن ما بين الهايبوثالامس وبين البيتيوتري جلاند، فلقيت ان في وصله ما بينهم، بيحصل كونكشن ما بينهم عن طريق ايه؟ عن طريق انفانديبولم.
اللي انا قلت عليه دول، الثلاث حاجات دول ضروري ضروري لو جالك حاجة في الشابتر ده لازم يجيلك سؤال من الثلاثة، يا اما يسألك عن الكونكشن بتوين الهايبوثالاموس والبيتيوتر جلاند، وساعتها بيربطوا مع بعض بحاجة اسمها انفانديبولم. ولو سألك على البروتكتيف سايتس بيتأثر من منطقتين بيحموا البيتيوتري جلاند، منطقة بيتكونها البون هو السفينويد بون، وساعتها بسميها سيلا توريسيكا. ولو سألني على المنطقة اللي بيحصل اكستنشن فيها للديورامازر، بيحصل امتداد للأم الجافية وتلف حوالين البيتيوتري جلاند عشان تحميها، فبتكون لي حاجة اسمها بيتيوتري دايفراجم. تمام؟ تالت نقطة مهمة ان اعرف ان البيتيوتري جلاند، خلاص عرفت ان هي بتتقسم لتو بارت، انتيريور بارت وبوستيريور بارت. الانتيريور اسمها انتيريور بيتيوتري، والبوستيريور اسمه بوستيريور بيتيوتري. تعالوا نعرف مع بعض الانتيريور. انا قلت ان اي جلاند بتفرز هرمونز، طب تعالوا نعرف بقى كل جزء، هي الهرمونز بتتفرز من اي مكان في جلاند؟ هقول لك لا، لو اتقسمت يبقى كل جزء بيفرز حاجة معينة. طب هنا البيتيوتري جلاند اتقسمت لجزئين، تعالوا نشوف ده بيفرز ايه وده بيفرز ايه. الانتيريور بيتيوتري جلاند بتفرز هرمونز، زي اول حاجة بتفرز هرمونز effects on other glands، بتأثر على جلاند تانية، خلاص عرفنا، وبتأثر على organs وعلى الأعضاء وعلى طريقة العمل بتاعتها. اول هرمونز بتفرزه، ناخد بالنا من الاختصار والاسم بتاع الهرمون. اختصار جي اتش هو اختصار لهرمون النمو، جروث هرمون، يبقى جي اتش يعني جروث هرمون. طب بيعمل ايه الجروث هرمون ده؟ ده ليه جروث افكت، تأثيرات على النمو. طيب التارجت اورجانز اللي بيستهدفها، اول حاجة مينلي بونز، اول حاجة بيستهدفها بشكل اساسي هي البونز، العظام. تمام؟ بعد كده المسلز، بيأثر على نمو العضلات وعلى النيرفس سيستم وعلى الاميون سيستم. لا قدر الله لو حصل خلل في الانتيريور بيتيوتري جلاند ان هي تفرز جروث هرمون، يحصل حاجات كتيرة للإنسان، زي بتقابله مشاكل كتيرة وبيعاني. لو حصل ان قل افراز الهرمون بتاع الجروث هرمون ده، اول حاجة يحصل تقضم لانه بيأثر على الطول بتاع البونز، خلاص يحصل ضمور في العضلات. تمام؟ الانسان ما يقدرش يمشي لا قدر الله. النيرفس سيستم، يحصل تخلف عقلي، تأخر في النمو العقلي والادراك. تمام؟ الانسان ما يقدرش ان هو يتعلم اشياء جديدة، ويحصل ان يبقى في ناس تخلف عقلي. الاميون سيستم، يبدأ تدهور في الجهاز المناعي، يحصل لو مفيش جروث هرمون. نشوف الهرمون التاني اللي بيتفرز من الانتيريور بيتيوتري جلاند، عند البرولاكتين. ايه هو البرولاكتين؟ البرولاكتين ماماري جلاندز ان ذا بريست، خلاص ما فهمتش برضو. قال لي هو بيعمل ستيمولايشن ذا ماماري جلاند تو برودوس ذا ميلك، امتى؟ قال لي ان بريجنانسي، يبقى ده بيتفرز اكتر فين؟ في الفيميل. هو شغلته ان لما في فتره ديورنج ذا بريجنانسي اثناء الحمل، بيحصل إثارة لغدة البيتيوتري جلاند عشان تبدأ تفرز هرمون اسمه برولاكتين. خلاص؟ البرولاكتين يحفز الغدد اللبنية الموجودة في البريست، في الصدر، علشان تفرز الميلك، تفرز اللبن. طبعا عشان بعد الولادة لما يجي البيبي يلاقي الفيدنج بتاعه. خلاص؟ بعد كده آخر حاجة اسمه الهرمون بتاع الام اس اتش. ايه هو الام اس اتش؟ ده اختصار للميلانو سايتس هرمونز. الميلانو سايتس هرمونز ده بيعمل ايه؟ قال لي الميلانو سايتس هرمونز لما بيتفرز ده بيزود افراز ماده اسمها الميلانين. ده لو رجعنا للشابتر بتاع السكن هتلاقيني معرفاك يعني ايه الميلانو سايتس، الخلايا ديت، ويعني ايه الميلانين. الميلانين هو المسؤول عن الكالر اوف ذا سكين، هو اللي بيخلي البشره لا فاتحه لا غامقه. يعني ايه من بلاك تو وايت؟ بص اختصارا للوقت واختصارا للمجهود، سواء علي او على اللي بيذاكر،
وان احنا عايزين نعرف كم من المعلومات اكتر. فنلاحظ مع بعض، اي سهم انا هعمله الاعلى معناها increase، زيادة، increase معناها زيادة في المعدل، واي سهم الاسفل معناها decrease، قلة. خلاص، فانا لما اجي ابص هنا كده واشوف لو حصل زيادة في افراز الميلانوسايتس هرمون، بالتالي هيزيد افراز الميلانين، وبالتالي اللون هيبقى اغمق، اللي هو من الخمري بقى اللي انت طالع لحد ما نوصل للون الاسمر، اللي هو اللون اللي هو الجميل ده. تمام، فاختلاف الالوان بيجي من اختلاف الافراز بتاع الميلانوسايتس اللي هو بدوره بيفرز ميلانين. طب لو قل افراز الميلانوسايتس هرمون، بيقل افراز الميلانين، وبالتالي بيحصل ديكريز للميلانين ان ذا بودي، فبالتالي الكالر بيبدا يفتح. نبدا بقى نروح للالوان اللي هي ناصعه البياض اللي احنا ملناش دعوه بيها دي، خلاص، اللي هو نبدا بقى اللون بتاع البشره، لون الجلد يبقى افتح، يبقى ابيض بدرجات عاليه. خلاص، عندي بتفرز برضو الانتيريور بيتيوتري جلاند، بتفرز فور تروفيك هرمونز، في هرمونز اسمها تروفيك هرمونز. الهرمونات دي زي التي اس اتش، التي اس اتش اللي هو الثيرويد ستيمولاتينج هرمونز. هتقول لي هي دي الهرمونات اللي بتفرزها الثيرويد جلاند؟ هقول لك لا، ده دي الهرمونات، ده هرمون اسمه ثيرويد ستيمولاتينج. يعني ايه كلمه ستيمولاتينج؟ يعني اللي بيثير. خلاص، يبقى هو الهرمون اللي بيحفز افراز الثيرويد جلاندز. خلاص، بيحفز افراز الهرمونات بتاع الثيرويد جلاند. طب ايه هو الاي سي تي اتش؟ الاي سي تي اتش اختصار للادرينو كورتيكوتروفيك هرمونز. بالراحه عشان نيجي نحفظ، شوف الاختصار هتلاقيني واخده اول حرف من كل كلمه. ثيرويد خدت التي، ستيمولاتنج خدت الاس، الهرمونز خدت الاتش. نيجي على الاي سي تي اتش اللي هو ادرينو كورتيكويد كورتيكو تروفيك هرمونز، ادرينو كورتيكو تروف كورتيكو تروفيك تي تروفيك هرمونز. تمام، يبقى ليها علاقه ب، بدل ادرينو يبقى ليها علاقه بالادرينال اللي هو ليه علاقة بالغدة الكظرية اللي تبع الكدني. وكورتيكو يعني ايه كورتيكو؟ جاية من الكورتكس، الكورتكس اللي هي القشرة، يبقى هو جزء بيحفز الهرمونز اللي موجودة في الجزء بتاع الكورتكس بتاع الادرينال جلاند، القشرة بتاعت الادرينال جلاند. طيب ال LH اللي هو اليوتنايزنج هرمونز، والاف اس والاف اس اتش اللي هو الفوليكل ستيمولاتنج هرمونز، وديت بتحفز الهرمونات اللي هو في منطقه الجونتس، المنطقه التناسليه. خلاص، ال ال اتش اليوتنايزنج هرمونز، والاف اس اتش فوليكل ستيمولاتنج هرمونز. بكده نكون خلصنا الجزء بتاع الانتيريور بيتيوتري جلاند، كل الهرمونز اللي بتفرزها.